باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هنتكلم مع بعض حوالين سيرة قديس عظيم معروف لنا ومحبوب لنا كلنا ومحبوب لربنا أوي، الأنبا بيشوي البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح. رأيكم في كل اللقب الجميل ده؟ يعني قديس من القديسين القليلين اللي ليهم لقب طويل جدا والكنيسة مصرة تقوله دايما في التسبيحة ولا في المجمع، وكمان جواه لقب اسمه حبيب مخلصنا الصالح. مين يشتهي ولا يتمنى يتقال عليه في يوم من الايام لقبه يبقى البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح؟ يا ترى قصته ايه الانبا بشوي؟ احنا اتفقنا لغايه دلوقتي كل الناس اللي خدنا سيرتهم وتكلمنا عليهم هم تقريبا كلهم في نفس العصر اللي هو القرن الرابع الميلادي، كلهم تلاميذ للانبا انطونيوس او تلاميذ لابو مقار اللي يعتبر تلميذ للانبا انطونيوس. الأنبا بيشوي يعتبر تلميذ لتلميذ أبو مقار، القديس أبو مقار أو القديس مكاريوس الكبير، أب برية شهيد في الصحراء الغربية اللي هي منطقة وادي النطرون. من ضمن تلاميذه كان الأنبا بيموا، ويمكن حضراتكم تتذكروا جبنا سيرة الأنبا بيموا قبل كده إنه كان أب مرشد لقديس عظيم اسمه القديس يوحنا القصير. أنبا بيموا تلميذ أبو مقار، بس تلميذ الأنبا بيموا كمان قديس يوحنا القصير. من ضمن تلاميذ الأنبا بيموا برضو الأنبا بشوي اللي هناخد سيرته النهاردة، البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح. الأنبا بشوي كان من بحري، يقال من المنوفية، وكان ليه 6 إخوات وهو كان رقم 7. كان أصغرهم وأضعفهم وأنحفهم، يعني جسمه صغير خالص. وفي يوم من الأيام أمه ست فاضلة وإنسانة متضعة وقديسة ظهر لها ملاك وقال لها إن ربنا عايز واحد من ولادك يكون ليه. فقالت له اللي هم قدامك اختار اللي انت عايزه، يعني مش هيغلى على ربنا حاجة. فراح ناحية الأنبا بشوي وكان لسه طفل صغير وقال هو ده اللي ربنا اختاره. فزي ما تكون استدركت كده وبنفس رد الفعل اللي رد عليه يسى في العهد القديم لما صموئيل جه يختار ولاده فراح مختار داود، هي عملت نفس الكلام، قالت له ده أصغرهم وأضعفهم، وانت لو عايز واحد يخدم ربنا، دي بتكلم الملاك عادي، يعني لو عايز واحد يخدم ربنا اختار واحد يقدر يستحمل، واحد يتعب مع الفقراء، واحد يتعب مع الصحراء. فقال لها لا، ربنا ما بينظرش للشكل، ربنا بينظر للقلب، وهو ربنا مختار ابنك بشوي ده. وفعلا قالت له ما يغلاش عليك، بشوي يكبر وينمو في النعمة وفي القامة الروحية، وهو عنده حوالي 20 سنة يختار انه يروح البرية علشان حب عيشة الرهبانة والبتولية والوحدة. طبعا والدته ما منعتوش لان هي بسابق الرؤية اللي قبل كده عارفة ان ده كان هيحصل في يوم من الايام، وفعلا ما منعتوش وخد بعضه وراح على الصحراء عند برية شهيد في وادي النطرون. يقابل مين هناك؟ يقابل الأنبا بيموا اللي اتفقنا عليه اللي هيبقى المعلم بتاعه بعد كده. أخدوا الأنبا بيموا، وبعد طبعا تدريبات وبعد اختبارات ربنا أعلن له أنه يلبسه اسكيم الرهبانة. فألبس الأنبا بشوي اسكيم الرهبانة وأصبح الأنبا بشوي راهبا عند أبو مقار أو عند الأنبا بيموا تلميذ أبو مقار. لو تفتكروا الأنبا بيموا كان ليه تلميذ تاني قلنا مين؟ القديس يوحنا القصير. فأصبح الأنبا بيموا هو المعلم وعنده الأنبا بشوي وعنده القديس يوحنا القصير. فبالتالي الأنبا بشوي والقديس يوحنا القصير يصحبوا أصدقاء، يصبحوا أصدقاء، فبقوا أصدقاء وحبايب جدا، وبقى كل واحد منهم يتعلم من التاني، لدرجة إن سيرة الأنبا بشوي أصلا اللي كتبها هو القديس يوحنا القصير. يعني اللي كتب قصة الأنبا بشوي وعرفناها احنا هو القديس يوحنا القصير، التلميذ اللي كان معاشره ومعاه عند الأنبا بيموا. هي عصر كله عصر عظمة كده وناس قديسين أثروا الكنيسة وأغنوها في زمن القرن الثالث والرابع الميلادي. نرجع تاني لقصة الأنبا بشوي ويا ترى حصل معاه ايه. الأنبا بشوي من قعدته مع القديس يوحنا القصير أحبوا بعض جدا، وهنا عايز أتوقف عند حاجة. كون إن الأنبا بشوي يتلقب بحبيب مخلصنا الصالح فده مش عن فراغ، احنا عايزين نركز في قصته على حتة المحبة دي. الأنبا بشوي كان إنسان محب جدا لربنا، وكان إنسان محب جدا للي حواليه، كل شوية هنلاقيه بقى صديق حد، ليه أصدقاء روحيين.
وهنا أتوقف عند كلمة الصداقة الروحية دي. الأنبا بشوي كان تلميذ للأنبا بيموا وصديق ليوحنا القصير. كمان شوية هنلاقيه بقى صديق للماري إفرام السورياني. شوية وهنلاقيه بقى صديق للقديس الأنبا بولا طموي. حتة الصداقة الروحية، إن اتنين يشجعوا بعض في الحياة الروحية وفي الاتجاه الروحي، ولما واحد يقع التاني يقيمه، ولما واحد يفطر التاني يشجعه ويسخنه، ولما واحد يبعد التاني يرده. كون ان يبقى فيه صداقة روحية دي حاجة لا تعوض. الصديق الروحي حاجة لا تعوض. ليه؟ لان احنا متعودين على اصدقائنا ياما لحقونا من حيث الجسد، من حيث عيالنا. مرة سيبنا العيال عندهم عشان كان عندنا مشوار، مرة كنا تعبانين ما لقيناش حد غيرهم جنبينا، مرة كنا محتاجين فلوس هم اللي سندونا، وهكذا. الصداقة مهمة. فما بالك بقى في صداقة مش في الأمور العادية اللي في العالم بتفنى، لا، صداقة في أمور لا تفنى، دي صداقة لا يعوضها شيء. فكون إن الواحد يكون ليه صديق روحي ويتعلم يحب اللي حواليه، شوية شوية هيتقال عليه حبيب مخلصنا الصالح. لأن الوصايا كلها تتلخص في كلمتين: تحب ربنا من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. الصفتين دول كانوا عند الأنبا بشوي. الأنبا بشوي يحب اللي حواليه جدا ويحب ربنا جدا، زي ما هنشوف دلوقتي. اتصاحب هو على القديس يوحنا القصير وقعدوا مدة يصلوا مع بعض، لدرجة ان في وقت كانوا بيبقوا في القلاية مع بعض يقفوا يصلوا سوا. وفي يوم من الأيام الأنبا بشوي والقديس يوحنا القصير قالوا احنا عايزين نصلي لربنا، علشان يعني إذا كان واحد مننا محتاج ينفرد ويقعد في قلاية لوحده والتاني الآخر يقعد في قلاية لوحده، ربنا يعلن لنا. فقعدوا في اليوم ده الليلة كلها يصلوا، لحد ما ربنا أعلن لهم إنه يعني موافق إن واحد منهم يقعد في قلاية والتاني يقعد في قلاية تانية، يتعلموا الوحدة أكتر. والأنبا بشوي بصفة عامة كان ميال ناحية الوحدة برضه، كون إنه بيحب الناس ده ما يفرقش برضه في محبته لربنا، إن هي أشد وعايز يقعد مع ربنا أكتر يمكن لوحده. لدرجة إن القديس يوحنا القصير مثلا يكتب عليه يقول: لقد تعلمت من رقة مشاعر الأنبا بشوي، من المشاعر التي اكتسبها من كثرة قراءته لسفر أرميا. أنبا يوحنا القصير وهو بيكتب قصة الأنبا بشوي بيقول الأنبا بشوي كان إنسان رقيق المشاعر جدا، لأنه كان بيحب يقرأ سفر أرميا، فتعلم من سفر أرميا وشخصية أرميا رقة المشاعر الشديدة. حتى يقول لك إن الأنبا بشوي من كتر حبه لسفر أرميا وقريته لسفر أرميا كتيرة اتسمى أنبا بشوي الأرمي. الأرمي يعني اللي شبه أرميا، لدرجة يقول لك أرميا كان بيظهر يتكلم معاه ويشرح له الحتة الصعبة اللي في السفر علشان الأنبا بشوي يفهمها. زي ما القديس يوحنا القصير كده كان ساعات يظهر له الآن القديس بولس الرسول يشرح له أجزاء من الرسائل بتاعته، لأن القديس يوحنا ذهبي الفم كان بيحب جدا الأنبا القديس بولس الرسول. كمان الأنبا بشوي لما اختار إن هو يعيش في مكان لوحده ما اختارش مكان بعيد. لغاية دلوقتي مغارة الأنبا بشوي موجودة في وادي النطرون، واللي يروح دير السوريان يشوفها، لأن المنطقة بتاعة دير الأنبا بشوي ودير السوريان دي كانت منطقة واحدة عايش فيها كل الآباء العظام دول. فالقديس يوحنا القصير خد قلاية قرب شجرة الطاعة بتاعته، لو تفتكروا قصتها، والأنبا بشوي أخد مغارة بعيدة شوية اللي مكانها لحد دلوقتي موجود في دير السورية. وكان إنسان رقيق المشاعر جدا، وعشان كده كان عايز يقعد مع ربنا أكتر. ومن كتر ما حبيته ربنا، احنا عارفين القصة قد إيه، اللي يروح هناك لغاية دلوقتي يلاقي المغارة بتاعت الأنبا بشوي الصغيرة فيها مكان للصلاة، ومكان في السقف كده كان عامله زي فيه مسمار ولا حاجة ورابط فيه حبل عشان يربطه في شعره. طب ليه يربطه في شعره؟ يقولك علشان نفسه يقعد مع ربنا أكتر وقت، فلما ينعس يقوم الحبل ده يشد على شعره يفوق ويكمل صلاة. كنا دايما نقول القصة دي، نقول دي قامات عالية جدا بقى، يعني منفعش نقولها ونحكيها للناس كتير أحسن يتعقدوا. صدقوني ياريت نحكي الحكايات دي، وياريت تبقى موصل عليا لينا، ونرجع نعيدها ونحكيها. ولادنا مش هيتعقدوا ولا حاجة، خلي قدامهم النصب العالية دي علشان في يوم من الأيام يوصلوا ولو 10% منها. لكن لما تكون النصب العالية أصلا 10%، فالواحد لما يجاهد يوصل 1%. وفي نفس الوقت احنا لما بنشوف النصب العليا مش بناخد تطبيقهم للوصية ونعمله بحذافيره، لكن ناخد مفهومهم للوصية ونقلدهم. يعني مش لازم نجيب الحبل، لكن لازم نصلي كتير. يبقى ناخد من الأنبا بشوي فضيلة الصلاة،
مش لازم ناخد منه الممارسة المحددة الخاصة بيه، هو دي اللي اسمها الحبل اللي في السقف. فالأنبا بشوي كان يحب الصلاة جدا وكان يحب الصوم جدا، يعني من جهة محبته لربنا يحب يقرأ الكتاب المقدس وبالذات سفر أرميا، يقعد مع ربنا لوحده، وعشان كده تستأذن من القديس يوحنا القصير وربنا وافق وراح قعد في مغارة لوحده، يسهر طول الليل يصلي، وكمان الصوم. والصوم كان الأنبا بشوي يصوم كتير، ما كانش مركز في موضوع الأكل، لدرجة إن اتقال إن في وقت من الأوقات الأنبا بشوي صام لمدة 21 يوم متواصل. 21 يوم، طبعا احنا عارفين في آباء كتير صاموا 40 يوم، مش كتير قوي يعني، يعني السيد المسيح طبعا على الرأس، وموسى النبي صام كذا مرة 40 يوم، وإيليا النبي، لكن الأنبا بشوي في العصر الحديث يقول لك صام 21 يوم من غير ما يشعر بجوع، ويعني عدهم كلهم في الصلاة. الناس دي من قامتها بتعدي القامة البشرية العادية واحتياج الطبيعي للأكل وللشرب، لا ربنا بيرفعهم فوق المستوى ده، وإيه يخش في الصلاة كده يفوق منها بعد 21 يوم يعني نفسه ما كلش. بس أقول لكم على قصة غريبة موجودة في الكتاب سيرة الأنبا بشوي عن الموضوع ده. تخيلوا الأنبا بشوي بعد ما صام 21 يوم خرج من قليته كده وفرحان إن ربنا اداله النعمة دي، بس هو ماشي يقول لك شاف راهب بيترنح كده يعني تعبان، فراح الأنبا بشوي قال له مالك؟ قال له اسكت يا ابو الأنبا بشوي، أصل أنا صمت يومين من غير أكل وشرب خالص، والنهارده اليوم التالت أهو، فتعبان جدا من قلة الأكل والشرب. فالأنبا بشوي يعني بص في الأرض كده للحظة وحس إيه ده، صام 3 أيام وتعبان كده، ده أنا صايم 21 يوم ومحسيتش يعني بالتعب ده كله. ملحقش يدينه، هي مجرد الفكرة عدت كده، عدت. فطبعا ربنا لما قال أنبا بشوي حبيبه عدى عليه فكرة إدانة من بعيد، لمحة كده ما يعديهاش. وبعد ما خلص الموقف ده راح ربنا منادي الأنبا بشوي كده، قال له تعالى في إيه؟ قال له أنا أخطيت يا رب، بس جات لي فكرة يعني كده، 21 يوم صيام كنت مستمتع بيك، يا ريت الراهب ده يدوق المتعة دي، وكان زمانه صام أكتر من 3 أيام. فربنا قال له آه يا بشوي، بصوا الجملة دي جميلة جدا، آه يا بشوي لو تعرف كم من نعمة اللي أنا اديتها لك علشان تعرف تصوم 21 يوم، وكم المجهود اللي عمله أخوك ده عشان يعرف يصوم 3 أيام، ما كنتش تفكر كده. إيه رأيكم في الجملة الجميلة دي؟ الواحد لو حس في نفسه إن هو عمل حاجة كويسة، ربنا بيقول له كده، لو تعرف إن نعمتي هي اللي سندتك إنك تعمل حاجة كويسة دي، وصاحبك اللي يدومك قايم يبطل كلام قبيح مثلا، تقول بقى ده يدوبك ما بيشتمش بس وأنا بعمل، لا مبصش كده، لو تعرف النعمة اللي ربنا مديلك عشان تبقى خادم، والمجهود اللي عمله الراجل ده عشان يبطل بس كلام قبيح، تعرف إنه ممكن يكون هو أحسن منك. مثل ودرس أخذ الأنبا بشوي، الرجل البار الكامل حبيب مخلصنا الصالح، لا يمنع أن يعدي عليه فكرة كده، لكن ربنا ما يسيبش بقى، لازم دي نقيها بسرعة، ما يسيبش الرجل الكامل ده حتة شائبة صغيرة كده تتعبه. فمن جهة محبته لربنا ظاهرة جدا في حبه للكتاب المقدس، لصومه، لصلاته، لخلوته مع ربنا، مش محتاجين نتكلم عليها كتير دي، لكن تعالوا نتكلم على محبته للي حواليه كمان. من محبته للي حواليه كان مشهور الأنبا بشوي بالرغم من وحدته ومحبته لربنا كده، إنه دايما يستضيف الناس الغرباء، إضافة الغرباء دي فضيلة، فالأنبا بشوي ما كانش يعديها وعايز ياخد كل الفضائل يستمتع بيها. فزي ما حضراتكم عارفين القصة المشهورة، إنه لما قابل راجل شيخ كبير وتعبان استضافه عنده في قليته، وجاب طشت مية وغسل له رجليه، وبعدين فوجئ ان الرجلين دي رجل المسيح، ويبص على وشه ويكتشف ان ده المسيح نفسه وهو استضافه عنده في القلاية، وربنا يسوع يقول له طباك يا بشوي استحققت انك تغسل رجلي لانك انسان وجدت نعمة عند ربنا. طبعا الانبا بشوي ما صدقش، ويقول لك وخد المية دي ونادى تلميذه بسرعة وقال له في مية برا انا حاططها في طشت تشرب منها بسرعة خد بركة. فالتلميذ خرج لها محطوطة في الطشت بتاع غسيل الارجل، ولقاها يعني ومعكرة كده، ما رضاش طبعا يشرب. عدى يوم وبعدين جه للأنبا بشوي، قال للأنبا بشوي قال له شربت يا ابني من المية اللي قلت لك عليها؟ قال له أنا أخطيت يا أبي ما شربتش، هشرب حاضر. ويروح للمرة التانية برضه ويلاقي إن شكلها كده ما ينفعش تتشرب، يعديها. المرة التالتة جه ولقى ما فيهاش مية خالص واختفت المية من الطشت ده. فالأنبا بشوي قال له ما شربتش ليه من المية يا ابني؟ مش قلت لك تشرب منها؟ قال له أخطيت يا أبويا يعني منظرها ما شجعنيش.
قال له انت عارف المايه دي ايه؟ دي مطرح رجلين السيد المسيح كان عندي هنا في القلايه وانا غسلت بيه رجله. فطبعا ساعتها ندم هذا التلميذ وراح اشاع الموضوع وسط الناس كلها، لدرجه ان جم الحوا على الانبا بشوي وقالوا له احنا عايزين نشوف المسيح زي ما انت بتشوفه. فالانبا بشوي يقوم يفكر في ايه، يقول لهم طب نصلي وربنا يعلم. يقوم ربنا يظهر له ويقول له بص يا انبا بشوي، انا هظهر لهم زي ما هم عايزين علشان ما يبقاش في ما بينهم وما بينك غيره. فقول لهم بكره على الجبل الفلاني اللي عندكم انا هظهر لكم وهظهر لكل الرهبان. وفعلا الانبا بشوي راح قال لهم ابسطوا، ربنا يسوع نفسه قال لي انه هيظهر لكم بكره لكل اللي عايز يشوفه هيشوفه عند الجبل. وتاني يوم يجي وكل الرهبان يطلعوا بنشاط على الجبل، ووسط ما هم جارين ناحيه الجبل لقوا راجل علماني جاي وبيقول لهم معلش خدوني معاكم عايز اشوف، انا سمعت ان المسيح هيظهر لكم. فالراهب الاولاني يقول له معلش انا مستعجل بس مش هلحق اخدك معايا، ما اصل انت هتعطلني لو مشيت معاك واحده واحده كده هنوصل امتى؟ انا مش هنلحق نوصل. واحد تالت يقول له بس انت علماني، هو قال للرهبان طب روح استاذن الاول من الانبا بشوي، وهكذا. فكل واحد يسيبه لغايه ما مين اللي جاي على مهله؟ الانبا بشوي نفسه، لان هو نفسه شيخ. فشاف الشيخ ده وقال له ما تاخدني يا ابني معاك اشوف المسيح زي ما انتوا ناويين تشوفوه. فيقول لك راح واخده وشايله على كتفه واخده وطالع بيه الجبل عشان يشوف المسيح. وهو طول ما هو ماشي عمال يحس ان الراجل ده وزنه عمال يتقل على كتفه، يتقل يتقل شويه بشويه لغايه ما قربوا من الجبل. هو استغرب جدا وقال مش قادر بقى، التقل بقى شديد جدا. فبيبص له كده فوجئ ان هذا الشيخ تحول وجهه من وجه الشيخ اللي هو كان قبله الى وجه السيد المسيح نفسه، وقال له طباق يا انبا بشوي، انت الوحيد اللي استحققت انك تشوفني للمره الثانيه، ده من اجل محبتك للمحتاج وانك رضيت تشيلني غيرك ما رضاش يشيل. راح طبعا الانبا بشوي يعني وبرقه ولطف جدا عاتب الرهبان وقال لهم كلكم استحقيتوا فعلا تشوفوا المسيح، بس ما حدش منكم رضي يشيله. يعني زي ما هو وعد ان انتوا هتشوفوه شفتوه، بس ما شفتوهوش في مجده، شفتوه في هيئه الشيخ الغلبان الوحيد ضعفي من اجل اني رضيت اشيله، اعلن لي نفسه وعرفني ان هو ربنا يسوع المسيح. الانبا بشوي يظهر له السيد المسيح في مره ويقول له انت يا انبا بشوي تعبت جدا وجهدت بشده، مش لازم ترهق نفسك كل الارهاق ده. فرب الانبا بشوي يرد على السيد المسيح ويقول له يا رب يطلع ايه جنب تعبك على الصليب؟ انا انسان ومكتوب عليا الطبيعي اني اتعب، الطبيعي ان انا انسان اتعب، لكن انت الاله ترضى تتجسد وتتعب؟ يبقى انت تعبك لا يقارن بتعبي، انا في الاخر ولا الاول؟ انا انسان وهيكلني الدود، لكن انت ربنا تظهر وتتعب وترضى تتعب؟ فالانبا بشوي متواضع حتى في اعلان ربنا ليه بان هو ممجد عند المسيح. يبقى كده عرفنا قد ايه الانبا بشوي كان بيحب ربنا جدا ويحب الناس جدا ويضيف الغرباء. سمع عن الانبا بشوي ناس كتير، لدرجه ان في واحد في سوريا كان مشهور في الايام دي سرياني، سرياني يعني من سوريا، اسمه القديس ماري افرام السرياني، سمع عن الانبا بشوي وقرر انه يروح يزوره. فجاء له فعلا في مصر ومع العكاز بتاعه ودخل على الانبا بشوي، ركن العكاز بره ودخل الانبا بشوي يسلم عليه. الانبا بشوي كان عارف بالروح ان ماري افرام السرياني جاي له، وماري افرام برضه كان ليه شهره وكان شيخ كبير. فصلى لربنا وقال له يا رب بس انا عندي في مشكله، الراجل ده جاي من سوريا بيتكلم باللغه بتاعته يمكن الارامي، وانا بتكلم هنا قبطي، انا راجل مصري بتكلم قبطي، هنفهم بعض ازاي؟ يعني هتبقى اشاره ولا ايه؟ فربنا قال له ما تشيلش هم من دي هتتفهم. وفعلا ماري افرام السرياني لما جاله اصبح الانبا بشوي بيفهم اللغه الاراميه، والقديس ماري افرام السرياني ربنا اداله نعمه يفهم اللغه القبطيه، وبقوا بيتحاوروا وبيتكلموا في عظائم ربنا من غير ما يحتاجوا مترجم ولا يحتاج اشاره ولا حاجه. واتصاحبوا على بعض جدا واصبحوا اصدقاء رغم بعد المسافات، لدرجه ان القديس ماري افرام السرياني بعد ما خرج من القلايه جاله واحد جه للانبا بشوي واحد من تلاميذه، فالانبا بشوي قال له انت عارف مين كان عندي هنا صديق عزيز واتصاحبت عليه جدا؟ قال له مين؟ قال له القديس ماري افرام السرياني بتاع سوريا. قال له بجد؟ طب روح بسرعه خد منه بركه. قال له طب الحق الحقه بسرعه، هو هتلاقيه لسه دوك ماشي من عندي حالا. فخرج التلميذ بتاع الانبا بشوي يلحق ماري افرام السرياني ياخد منه بركه، قام لقاه راكب على سحابه وطاير راجع بلده تاني. فرجع للقديس الانبا بشوي وقال له ما لحقتوش لقيته طاير. فالانبا بشوي قال له ده انسان قديس ربنا جابه كده بطريقه روحيه ورجعه بطريقه روحيه، لكن ساب له ذكرى. ايه الذكرى؟ انبا بشوي وهو بره
الأنبا ماري إفرام السورياني وهو بره ساب العصاية بتاعته مغروسة في الأرض. ولحد النهاردة لو حضراتكم رحتوا الدير هتلاقوا شجرة ماري إفرام السورياني، شجرة تمر هندي اللي يحب ياخد منها بركة لحد النهاردة موجودة، على عكس شجرة الطاعة بتاعت القديس يوحنا القصير للأسف اتكسرت واتشالت في بداية القرن اللي قبل اللي فات القرن اللي فات. ولكن الشجرة بتاعت ماري إفرام السورياني اللي كانت العصاية بتاعت ماري إفرام السورياني اللي سابها هنا في مصر لما كان بيزور الأنبا بشوي لسه موجودة لحد دلوقتي. طب لغاية هنا واضح إن هو كان بيحب الناس جدا، يحب يستضيف الغرباء، يستضيف القديسين، وكان صديق للقديس يوحنا القصير. كمان جه في وقت من الأوقات وجت حاجة اسمها غارة البربر على منطقة وادي النطرون. دول كانوا ناس يعني متوحشين لحد كبير ويغيروا على الأماكن ياخدوا خيرها كله ويموتوا الرهبان لأن هم أولات الحيلة. فجم يعدوا على منطقة وادي النطرون، فالأنبا بشوي قال للرهبان اللي معاه أنا همشي من هنا. قالوا له معقولة أنت خايف من الاستشهاد ولا إيه؟ لكن قال لهم حقيقة أنا مش خايف من الاستشهاد، لكن إحنا آباء لازم نمشي ومنديش فرصة إن حد يقتلنا، لأن الناس دول لو قتلوا رهبان زينا وقتلوا أشخاص زي كنا هيروحوا الجحيم. خليهم يجوا يسرقوا اللي عايزين يسرقوه من الدير، بس خطية القتل دي صعبة، ليه نشيلهم خطية وذنب كبير كده؟ تعالوا نهرب أحسن. وفعلا الأنبا بشوي هرب من أجل إن اللي محدش يقتله وياخد فيه عقاب على خطية القتل. فخد بعضه هو والقديس يوحنا القصير. القديس يوحنا القصير راح رايح عند الصحراء الشرقية عند الأنبا أنطونيوس، والقديس الأنبا بشوي راح نازل تحت عند أنصنة في الصعيد. نزل عند جبل أنصنة، هناك بقى ليه مكان مخصوص ومعروف. ويقال ان القصة اللي لسه كنت بحكيها لكم لما شاف المسيح على الجبل، يقال ان ده الجبل اللي عند أنصنة مش الجبل بتاع وادي النطرون. لكن ايا كان افترق القديس الأنبا بشوي والقديس يوحنا القصير وبعدوا عن بعض برغم من صداقتهم. لكن لما نزل أنصنة فضل هو الأنبا بشوي اللي بيحب ربنا قوي وبيحب الناس قوي. يقوم يتصاحب على مين هناك؟ يتصاحب على واحد مشهور اسمه الأنبا بولا الطموي، القديس الأنبا بولا الطموي. اتصاحب عليه هناك في أنصنة وبقوا أصدقاء جدا ويصلوا مع بعض جدا. شوفوا حريص قد إيه على موضوع الصداقة الروحية دي، يعني منين ما يروح عمال يتصاحب على حد، على القديس يوحنا القصير. طب راح في قلاية لوحده يتصاحب على ماري إفرام السورياني برغم إنه من سوريا. طب ما رجع بلده يستضيف الغلابة ويغسل لهم رجلهم لدرجة إنه يستضيف المسيح نفسه. طب حصلت الهوجة بتاعت البربر، يخاف على الناس مش عايزهم يتعذبوا علشان قتلوه فيهرب. طب يروحوا أنصنة يعمل إيه؟ يتصاحب على واحد تاني اسمه الأنبا بولا الطموي. والأنبا بولا الطموي اللي مذكور عنه ومشهور عنه حاجة برضه، نفس الجملة اللي لسه قايلها لكم اتقالت للأنبا بشوي اتقالت للقديس بولا الطموي برضه. ظهر له السيد المسيح في يوم من الأيام وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولا. تخيلوا لما ربنا يظهر لواحد يقول له كفاك تعب لحد هنا، جسمك تعب وارهقت من كتر خدمة الناس، خف شوية. تخيل المسيح لما يظهر لواحد كده. والأنبا بولا الطموي يشترك مع القديس الأنبا بشوي في نفس الفضيلة دي، التعب الشديد من أجل المسيح ومن أجل الآخرين. يوم ربنا يظهر لده لوحده ويظهر ده لوحده يقول لهم نفس المعنى تقريبا. ويفضلوا هما الاثنين أصحاب لدرجة من كتر صداقتهم الروحية اتنيح الأنبا بشوي عند أنصنة، ملحقش يرجع تاني وادي النطرون، لكن تنيح في نفس المكان عند الأنبا بولا. ولما تنيحوا هما الاثنين كانت وصيتهم شوفوا ايه، ان هما يندفنوا جنب بعض وما يبعدوش عن بعض. وفعلا دفنوا جنب بعض لغاية ما جه الأنبا يوساب الأول، ده بقى بعد كده في القرن العاشر تقريبا أو حاجة أو التاسع، وجه وحاول يفرقهم مع بعض ويدفن ده لوحده وده لوحده. حصلت معجزة معروفة وواضح من خلالها إن الجسدين مش عايزين يفترقوا، فأصر إن هما يدفنهم مع بعض. بعد مدة استأذنوا الأنبا بشوي بصلوات والأنبا بولا بصلوات علشان يرضوا يدفنوا ده لوحده ويدفنوا ده لوحده. واللي يروح لحد النهاردة دير الأنبا بشوي يشوف الأنبوبة اللي مدفون فيها الجسد بحجم الإنسان الطبيعي، لأنها مدفون فيها جسد الأنبا بشوي ولم يتحول إلى عظام عشان يتحط في مكان صغير، لأ جسده كامل والأنبوبة أنبوبة بحجم إنسان كامل لأن الجسد لم يتحلل. ولغاية أيام قريبة كان الجسد ساعات الناس تشوفه ويعرض، وكمان إيد الأنبا بشوي كانت الناس ممكن تتلامس معاها وتسلم عليها. ويمكن لحد قريب لما كنا في الدير قريب أحد الآباء ساعتها قالوا لنا إن فعلا لقوا
علبة الخشب أو الأنبوبة الخشب الأصلية اللي مدفون فيها الأنبا بشوي فيها جزء كان مفتوح ومقفول دلوقتي بالرصاص لحد دلوقتي، لأن المكان اللي معمول بالرصاص مختلف عن بقية الخشب لأن هو كان مفتوح، ده كان المكان اللي كانت إيدين الأنبا بشوي ظاهرة منه ودلوقتي قفلوها بالرصاص. وهناك نلاقي لوحة موجودة جوه عند المكان بتاع تخزين الميرون وصنع الميرون في الدير، تلاقي في اللوحة مكتوب عليها إن في عهد البابا كيرلس الخامس كل الأساقفة اتجمعوا وفتحوا جسد الأنبا بشوي وشافوه كما تقول الروايات عنه بالظبط، جسده كأنه إنسان نايم لم يتحلل ولم يمس فساد من القرن الرابع الميلادي إلى القرن العشرين ساعة ما بابا كيرلس الخامس فتح على الأنبوبة. بقى هذا القديس في هذا المكان سبب بركة للكل وسبب بركة لكل الآباء الرهبان اللي متسمين على اسمه من ولاده في الدير عبر الأجيال، ويبقى لينا إحنا ككنيسة شفيع مؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح نتعلم حتى من اسمه إن في واحد في من الأيام ربنا لقبه بالبار الكامل حبيبي، ثلاث كلمات محدش يقدر يحتمله. يا ترى وصل لكده إزاي؟ حاجتين، الراجل ده تمم الناموس، كمل الناموس عشان كده اسمه الكامل. ليه كمل الناموس؟ لأنه عرف يحب ربنا قوي، يصلي قوي، يصوم قوي، يقرأ الإنجيل قوي، يختلي ويقعد مع ربنا قوي، وكمان على الناحية التانية عرف يحب الناس قوي، كل شوية ليه صداقة روحية، كل شوية يستضيف الناس يغسل رجليهم لدرجة انه شاف السيد المسيح على الأقل ثلاث مرات. ربنا ينفعنا بصلواته وينفع الكنيسة كلها بصلواته ويبارك أرضنا بسبب وجود جسده فيها لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.